بكيف الجو بينضم لنا استاذ محمد كنج من مصلحه الارصاد الجويه بمطار بيروت الدولي. صباح الخير استاذ محمد. صباح النور. يا هلا. يعطيك العافيه. الله يعافيكم. البصل المشوي بيرفع المناعه اكيد ضد الكورونا، واذا معه لحمه خروف ترفع المعنويات. ايه انه معه مصاري يشتري كل لحم يعني. استاذ محمد، اللي شفناه امبارح على بور بيروت هالزوبعه من الهواء والدخان والغبره، هيدا شو وضعها؟ ليش بتكون هي محليه؟ هيدي امبارح كانت محليه. اذا انتبهنا الارض مسطحه ما فيها اي اوبستاكل للهواء يوحد اتجاهه. نعم. خلال النهار الهواء اللي فوق هالقطعه الارض بيكون حامي واكتسب حراره، بصير خفيف. ومبارح كان عندنا فينومان في تدني درجات الحراره اعتبارا من الظهريات، بلشت تتدنى نتيجه المنخفض اللي كان فوق جزيره كريت حكينا عنه. اجينا كتل هوائيه بارده ادت لتدني درجات الحراره. اذا بنلاحظ هون عم تنبرم عكس عقارب الساعه، الهواء السخن بصير يطلع والهواء البارد بينزل، بيلتفوا على بعض، الهواء السخن بده يطلع لفوق، بصير يسحب معه هالغبار وهالاشياء الخفيفه اللي بيقدر يحملها الهواء. نعم. هيدي الظاهره بالعاده بالمساحات المسطحه اللي ما فيها اي اوبستاكل يعني يكسر اتجاه الهواء، بتصير موجوده خاصه بهالفتره من السنه. وفي هيدي بسموها مثلا الزوبعه، في ناس قالوا انه اعصار، هي منا اعصار، هيدي زوبعه. فوق البحر بصير في اعاصير مائيه او تنين مائي، نفس الشيء هواء بارد بيجي على المسطح السخن اللي هو المي السخنه وبصير يسحب على المي السخنه، بيكون في رطوبه عاليه وهواء خفيف لانه سخن، بيطلع بسرعه. الهواء البارد بده ينزل، بصيروا يلتفوا على بعض وبتصير هيدي الحركه اللي عملها هالزوبعه. هالزوبعه. طقسنا للساعات المقبلة، طقسنا اليوم قليل الغيوم بالإجمال، ارتفاع درجات الحرارة ولو محدود على الجبال وعلى الداخل، واستقرارها بالمناطق الساحلية. رياح ناشطة اليوم ممكن بالجنوب توصل لحدود 60 كيلومتر بالساعة. حكينا عنه المنخفض امبارح، هلأ عم نشوفه تقريبا على جزيرة كريت بين مصر وليبيا تأثيره. على المنطقة الجنوبية للبنان حيكون عنده شوية تأثير كسرعة هواء، ممكن بعض الأمطار كثير خفيفة تراس مش أكثر، مثل اللي شفناهم امبارح بعض المناطق، يعني لوكال بتكون. نعم. بالنسبة لبكرة قليل الغيوم بالإجمال وعندنا ارتفاع درجات الحرارة بكثرة المناطق اللبنانية. بالنسبة للحرارة اليوم 21 ل 30 درجة على الساحل، 16 ل 27 بالجبال، و15 ل 32 درجة بالمناطق الداخلية. هون عم نشوف الأمطار مركزة تقريبا غرب قبرص على البحر الأبيض المتوسط بالبحر أكثريتها، والسواحل الليبية والمصرية في عنا شوية أمطار. بالنسبة للرطوبة بين 60 و 80%، ببيروت هلا بحدود 60%، الحرارة 23، الهواء مثل ما حكينا حيشد يوصل ل 60 كيلومتر بالمناطق الجنوبية اليوم، وبكره حيكون ممكن يجيب شوية غبار لأن الاتجاه الكتل الهوائية عم تنزل على مصر، ممكن تجيب لنا شوية غبرة خاصة بالجنوب يعني الجمعة والسبت. وبالنسبة لساعة شروق الشمس 6:47، الغروب الساعة 5:58. هيدا كل شيء. شكرا لك محمد كنج، رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني في مطار بيروت.